لا يتحال نتحول مع حضراتكم لنقدم جانبا من قصص النجاح من حصاد مبادرة حياة كريمة من المشروع الأكبر. هذه المرة سنبدأ مع حضراتكم بموضوع إنساني بالدرجة الأولى. صفحة المبادرة الرئاسية حياة كريمة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعد واحدة من بين أكثر المنصات وأكبرها من حيث استقبال التفاعلات. المؤسسة وعبر هذه الصفحة تستقبل العديد من الطلبات والاستغاثات والشكاوى. من بين ما رصده الزملاء من واقع متابعتهم الاستجابة المباشرة من قبل المؤسسة، ومن بين أهم هذه الحالات كانت حالة الطفل يوسف التي نتابع جانبا من هذه الصور المرتبطة بحالته. يوسف طالب في الصف الثاني الابتدائي يبلغ من العمر 8 سنوات، لكن لديه مشكلة كانت ربما توصف بأنها مشكلة كبيرة وقد تحول دون استكمال مشواره التعليمي على النحو الذي يرجوه هو وذوه. المشكلة كانت مرتبطة بضعف السمع. لم تتأخر المؤسسة واستجابت للطلب وبشكل سريع للغاية، وركبت السماعة الخاصة به التي ستيسر له شيئا كبيرا. القصة بالتأكيد سنحاول أن نسلط الضوء عليها بشكل أكثر تفصيلا مع الأستاذة زينب طلبة المنسقة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة في محافظة الفيوم. أستاذة زينب أهلا وسهلا بحضرتك، كيف بدأ الطلب أو الشكوى أو الاستغاثة وانتهت بترجمة مباشرة ليوسف؟ أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. بدأ الموضوع مع يوسف من خلال رسالة وصلت للصفحة الرسمية، وعلى الفور المؤسسة بلغتنا ان احنا نتوجه ليوسف ونبدأ نشوف احتياجاته الفعلية ايه على ارض الواقع. بعد ما درسنا احتياجاته تم اخذ المقاسات الخاصة بيوسف وتصميم السماعة بتاعته، ومش بس كده لا، تابعناه كمان خلال فترة اعداد السماعة لو في احتياجات تانية خاصة بيه. بعدها هو الطلب استاذه زينب كان مقدم من ذوي يوسف، من اهله، من اسرته، ولا كان مقدم من مين؟ لا، من اسره. نعم. يوسف، من احد الافراد كمان الموجودين في قريته. لان اسره يوسف اسره بسيطه جدا. نعم. طبعا هم غير قادرين على القراءه والكتابه، فبدا احد الافراد عندهم يساعدهم ان هم يدخلوا على الصفحه الرسميه ويقدموا الطلب الخاص بيوسف. ممتاز. ما بعد تركيب السماعة يعني أخذت المقاسات وحضرتك على الأرجح كنت حاضرة مع يوسف في هذه المرحلة؟ تفضل. فعلا احنا كنا موجودين مع يوسف خطوة بخطوة لحد ما بدأ استلام السماعة، وده كان يوم مميز جدا لما يوسف طبعا كان قاعد زي موجود في الصورة وسمع صوتنا، بقى يتكلم معانا كمان ويتفاعل بشكل كويس جدا مع المهندسة كمان اللي بتركب له السماعة. الخطوات الخاصه بسماعته وقد ايه كان سعيد بيها بكل خطوه. معلش استاذه زينب، انا يعني حضرتك وانت بتشرحي او بتتكلمي او بتوصفي الوضع اشرتي الى عباره لا يمكن تجاهلها ولا تجاوزها بحال من الاحوال. لما سمع صوتنا بشكل واضح، يعني هذه مساله لا يمكن التغافل عنها باي حال من الاحوال. هذه اللحظه الانسانيه كيف ترجمت، كيف شاهدتيها حضرتك ويوسف يستمع بصوت نقي واضح بحكم ما ركب له من سماعه؟ الحقيقة ظهر على وجه يوسف ابتسامة رائعة جدا نتيجة سماعه لصوتنا. كمان كان في فرحة ظهر على وشه نتيجة حصوله على سماعة جديدة موجودة يقدر يستخدمها، بيتعرف على خطواتها، فكانت فرحة موجودة. طبعا ما ينفعش أبدا أي حاجة تسجلها أكتر من أن أنت تشوفها بشكل فعلي، حاجة كده لا توصف على وشه. صحيح. كان فرحة يوسف بصراحة هي الحاجة اللي يعني بتعبر عن كل المجهود اللي كان ورا الصورة دي. بعد كده هو ماشي طبعا سعادة غامرة وهو واخد كل حاجته معاه وقادر يسمع كل اللي موجودين حواليه، قادر يسمع التعليمات الخاصة بسماعته، قادر يسمع كل التفاصيل الخاصة بيومه هيكون ازاي من خلال استخدامها. فكانت حاجة مميزة جدا بصراحة، وكانت لحظة فعلا فارقة مع ابتسامته الرائعة باقي اليوم. أستاذة زينب، حضرتك أشرت إلى متابعة حتى لما بعد تركيب السماعة، التعرف على الاحتياجات المستقبلية، التعرف على حالة السماعة إذا كانت تحتاج متابعة على المستوى التقني أو متابعة ليوسف حتى على المستوى الطبي، كيف ستدار هذه المسألة؟ احنا طبعا عرفنا يوسف ان في فترات صيانه هتكون خاصه بيه، وفي تواصل مستمر لحد دلوقتي، لو في اي احتياج تاني ظهر عنده هيتواصل معانا فورا. وجاري كمان حصر عدد من الحالات التانيه غير يوسف، فده هيكون باب امل طبعا. صحيح. لعدد من الحالات الكثيره.
اللي هتكون موجودة خلال الفترة الجاية بإذن الله معانا، مش هيكون بس يوسف اللي هنرسم على وشه الفرحان. أكيد باب أمل وأي أمل حقيقة. أستاذة زينب طلبة المنسقة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة في محافظة الفيوم، وهي ترصد هذه الصور واللقطات التي كانت حاضرة فيها، وهي تشرح رد الفعل لطفل كان يعاني ضعفا في سمعه، كيف تحول الأمر وهو يستمع إلى الأصوات بنقاء وبجودة حقيقية. شكرا جزيلا لها، ونتمنى المزيد كما تعهدت وتتعهد مؤسسة حياة كريمة دائما بذلك.